شعب مصر الأبي الكريم، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعاً مركبة. فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي. وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والاوضاع الانسانيه الكارثيه وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين تضيف هذه الظروف غير المسبوقه اعباء هائله على مصر لا يخفف منها سوى ما اعلمه يقينا من قوه شعبنا العظيم وصلابته امام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا بما يجعلني واثقا باذن الله وفضله ان مصر ستعبر تلك المرحله المضطربه اقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومثيره تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع ابناء الوطن كل عام وانتم بخير ومصر في سلام وامان واستقرار ودائما وابدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته